مساء الخير. بتوقع هالبلدة بعكار، خزان الناس الطيبة، الجمال الطبيعي وأيضاً السهول الخضراء. بيرتفع فوق تراوة العديد من الأشجار النادرة اللي بترسم مع بداية كل فصل لوحة جديدة ما بتشبه اللي قبلها ولا حتى اللي بعدها. بتنتشر فيها الينابيع الطبيعية، من الصعب ما تلاقي بكل مطرح نبع بيتفجر من أرضها ليعطي هالأرض الحياة، الأمل وأيضاً السلام. كانت محطة عبور لقوافل التجار من 500 سنة قبل الميلاد بين الساحل الفينيقي والمدن الداخلية. هالبلدة هي فنيدق الأموع. توقع بلدة فنيدق بقضاء عكار ضمن محافظة لبنان الشمالي، بتبعد عن العاصمة بيروت 120 كيلومتر وعن حلب مركز القضاء حوالي 25 كيلومتر. بتراوح ارتفاعها عن سطح البحر بين 900 و2250 متر بسبب وقوع البلدة على أرض بتبدأ منخفضة من جهة الغرب وبتنتهي مرتفعة من جهة الشرق، بحيث بيوصل هالارتفاع بمنطقة الأموعة إلى 1650 متر وبينتهي بأعلى قمة بعكار، قمة جبل عرومة بارتفاع 2250 متر تقريباً. تبلغ مساحة البلدة حوالي 33 كيلومتر مربع، أما المساحة السكنية فيها فبتبلغ حوالي 10 كيلومتر. أما اسم فنيدق فهو تصغير لكلمة فندق أي نزل، وقد أطلق علي هذا الاسم لكون محطة لعبور القوافل ونقطة وصل بين طرابلس والبقاع، وقد تعود هالتسمية إلى اللغة الإغريقية. بعود تاريخ تأسيس البلدة إلى القرن الخامس قبل الميلاد. تتميز فنيدق بموقع جبال الأموع الحرجية الكثيفة وغابة العزر النادرة بالعالم، بالإضافة إلى مغارة نبع فنيدق. أما من ناحية الأثار التاريخية القديمة ففي البلدة نواويس محفورة بالصخر بتحمل نقوش رومانية، إلى جانب بناء قديم يعرف اليوم بقلعة عرومة. تعتبر هالبلدة بعيدة نسبياً عن بيروت، بس توصلوا لهون رح تنسوا 120 كيلومتر يلي قطعتون، ورح يبقى بذكرتكن جمالها وسحرها الطبيعي. كيف بتوصلوا على بلدة فنيدق الأموعة؟ منشوف سوا الخريطة. طريقكن من بيروت على فنيدق رح بتمر بي جديدة، جمونة، حالات، جبال، شكا، طرابلس، دير عمار، المنية، العبدة، ببنين، برقايل، مشمش، وصولاً إلى فنيدق. التاريخ والأثار هن جزء أساسي من مخزون بلدة فنيدق الحضاري، والسبب بيعود إلى وجود البلدة كمحطة للقوافل البرية ونقطة اتصال بين الساحل والمناطق الداخلية بلبنان وسوريا. منطقة فنيدق الأموعة هي منطقة مثل سائر المناطق اللبنانية، موجود فيها العديد من الأثارات، وأهم هذه الأثارات هو كان بالأول العهد البيزنطي، بيرجع كان وجود العهد اليهودي. وعندنا هون مقبرة، هي نحن بنسميها هون بهيدي التل الحلوة اسمها الخشخاشة، هي عبارة عن مغارة منحوط بقلبها بعض القبور بالصخر، هيدي كانت تستخدم لدفن الموتى، وموجود منها العشرات هون بكعب هيدا الشير يلي بيطل على سهلة الأموعة. بالإضافة عندنا ببعض المناطق الثانية بعض الأثارات الرومانية مثل موجودة بتلة رانتا، وعندنا نبع فنيدق، في قناة نبع فنيدق اللي بتمتد لتلة عرقة وانحفرت على بعهد ألكسندر سابيروس، هو كان حاكم عرقة وحاكم عكار كلتا سوا. بعد عندنا بالميل الثانية قلعة عروبة، هي من الأثارات اللي بتعود للعهد البيزنطي، ونوجد لوحة فسيفساء بتعود لنبوخذ نصر موجودة لحد اليوم بالمتحف الوطني ببيروت. الجمال وسحر الطبيعة المنتشر بعكار
هو صفة ملازمة لبلدة فنيدق الأموعة لأنه بتتميز بالعديد من الأشجار النادرة الموجودة فيها على مساحات شاسعة، ولعل الأهم هو غابة العزر اللي تعتبر فريدة مش بس على الصعيد المحلي إنما على الصعيد العالمي. أستاذ عبد الإله زكريا، أهلا وسهلا فيك ببرنامج مشوار بلبنان. أهلا وسهلا فيك أنتو كمان بمنطقة فنيدق وبالتحديد بغابة العزر بفنيدق العقارية. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. نحن موجودين مثل ما قلت بالعذر بغابة لا. العزر. إذا بدنا نحكي عن غابة العزر وعن الأشجار اللي موجودين فيها، كم نوع شجر موجود بهالغابة؟ أول شيء غابة العزر هذه متربعة على تقريباً 1,600,000 متر مربع بالمنطقة. تعتبر التصنيف تبعه هو من الصنوبريات، نوع مصنف علمياً رون أواك، ولكن اللي بيميز هالشجر هذا هو أنه هي فريدة من نوعها في العالم، نادرة. والشيء الجميل انه الغابي بالكامل من نوع واحد فقط هو العزر، يعني هذا الجزء اللي نحن موجودين فيه ما في الا شجر العزر. مش هيك سموها غابة العزر؟ غابة العزر، نعم. شو يلي بميز اشجارها غير انه بكل فصل صحيح بتغير لونها 100%؟ يعني مثل ما شايفين اليوم اللون هيك جاي على صفار. صحيح، بتتميز الاشجار هذه اول شيء بارتفاعها، مثل ما شايفين الارتفاع بيتراوح بين 25 متر ل 30 متر. نعم. اللي بيميزها الشيء الثاني هو تغير لونه مع كل بداية فصل، يعني من الأخضر للأصفر لآخر الشيء بتوصل لمرحلة اللون الذهبي. لهالسبب متعارف عليها هون بالمنطقة بيسموها الغابة الذهبية، اللي هي من أروع الغابات من حيث المنظر على صعيد العالم كله. محيط أحد أشجارها كمان، في شجرة وصلت يمكن محيط أشجارها ل 100%، في شجرة معمرة إن شاء الله بتقدروا بتشوفوها. المحيط تبعها بحدود 6 متر. نعم. هل هناك أشجار تخطى عمرها 1,000 سنة؟ 100%، نعم. في أشجار أخرى بتتميز في فنيدق الأموعة بغابات الأموعة أيضا، أنواع الأشجار اللي موجودة خاصة الشوح والأرز المعمر اللي بيقارب 1,000 سنة من العمر. بالنسبة للغابة اللي نحن موجودين فيها غابة العزر، موجود فيها 36 نوع من النباتات على مدار السنة، يعني 36 نوع من النباتات والأزهار اللي هي كمان أيضا من الأنواع النادرة، وهذا حسب تصنيف الـ UNDP. يعني الـ UNDP لما عملوا دراسة على هذه الغابة وجدوا أنواع نادرة من النباتات وايضا نوع نادر من الفطريات. في فطر مع بدايه فصل الشتاء بيطلع نوع فطر مميز جدا، ونحن عبر برنامجك الكريم بنوجه دعوه لكل اللبنانيين المقيمين والمغتربين وايضا للاخوه السياح لزياره هذه الغابه التي تترك اثر وانطباع لا ينسى بسحرها وجمالها. بتشكل المياه بمنطقة فنيدق الأموعة أحدى الأسباب بتكوين الحياة الاجتماعية بالمنطقة، فالينابيع الطبيعية بتنتشر بأغلب زوايا البلدة، ويعتبر النبع الأساسي بالبلدة وهو نبع فنيدق الرافد الرئيسي لنهر البيت. نبع فنيدق هو أحد الينابيع المعروفة منذ التاريخ والفجر التاريخ، أنه نبع يروي أراضي زراعية بفنيدق وبالقرنة وببيت أيوب وبالمنطقة بشكل عام، ويروي أكثر الأشجار زراعة وهي التفاح. النبع أيضا في فصل الصيف بيجي على هذا النبع زوار سياحة بيتغدوا تحت أشجار هذا النبع، ويستفيد المواطن أو من يأتي إلى هذا المكان يتمتع بجماله ويشرب من مائه العذب الصافي. هذا النبع هو النبع الأساسي الرئيسي، بيضعف شوي بالصيف بقوى بفصل الشتاء. في عنا نبع ثاني اسمه الهوي، وهذا النبع بيروي للشفة
للبلدة بشكل عام. في نبع اسمه عين الخاخ، في كذا نبع، في عندنا أكثر من 10 ينابيع بأماكن مختلفة من بلدة فنيدة. فنيدة بما وهبها الله من جمال طبيعي، ارتفاع عن سطح البحر من 1300 إلى 2254 على أعلى قمة هي جبل عروبة. الشجر متنوع فيها، مثل ما شفتوا وشاهدتوا حوالي 54 نوع من الشجر، شجر معمر بمئات وآلاف السنين. غابة العزر الفريد من نوعه في الشرق الأوسط على مساحة مليون متر، حوالي أكثر من 100,000 شجرة، طول الشجرة حوالي 35 متر. الأكسجين اللي بتفرزه هذه الشجرة مضاعف عن أي شجرة أخرى، شجر الشوح والعزر والتنوب وهذا الصنوبر. ارتفاع المنطقة عن سطح البحر متناسب جدا في فصل الصيف لأي زائر أي سائح بيشرف على هذه البلدة. هي اسم مصغر لفندق معناها النزل. العابرين أو المارين من هذه المنطقة كانوا يستريحوا فيها حتى يوصلوا على طرابلس أو ينتقلوا على الهرمل. هذه فنيدق معروفة بضيافتها، ما عندنا أوتيلات حتى الآن، لأنه كل واحد من الفنيدق بيعتبر حاله هو أي إنسان بيجي لعنده هو بيكون صاحب البيت، وبتكون البيوت كلها مفتوحة لزائرين من أي مكان أتوا، من أي بقعة من الأرض أتوا. دائما بيت عاداتنا وتقاليدنا معروفة بالكرم، ومعروفة الفنيدق بأنه هي كل بيت يستطيع أن ينزل فيه أي إنسان ضيف زائر كريم إلى هذه المنطقة. نحن اليوم حقيقة بعرس إنمائي، عرس إنمائي ببلدة فنيدق. نحن من شهر تماما افتتحنا حديقة عامة، الحديقة العامة اللي هي كانت حلم لأهل فنيدق، بس مع جمعية جيل الأمل، مع صبر الشباب، مع جهد الشباب والنية الطيبة صارت حقيقة. الجمعية هي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، مشكورين على المبادرة اللي وعلى المكرمة اللي أعطونا إياها لنفذنا هيك مشروع ببلدي مثل فنيدق، بلدي بحاجة لأي مشروع إنمائي. أي مشروع إنمائي بفنيدق بيغير بطبيعة فنيدق. السياحة الدينية حصة أيضاً ببلدة فنيدق، فالمنازل هي من الأماكن العامة والخاصة اللي صارت مرجع حضاري ومركز أثري بيشهد على مآثر تلك الحقبة والعادات والتقاليد يلي كانت سيدة قديماً. بالنسبة للمنزول، فعلاً هذا أثر حضاري كبير وقديم يعود تاريخه إلى ما يزيد على 135 سنة، وقد أسس كمرجع للبلدة ولوجهاء البلدة للتشاور وللتزاور وللتلاقي وللتلاحم وللمشاورة في قضايا البلد بأجمعها. هناك عدة منازل لم يكتب لها البقاء، وإنما كتب البقاء لهذا المنزول تحديدا. وقيمة هذا المنزول تعود لقيمة العائلة التي أسست هذا المنزول، فالعائلة لها تاريخها الديني والحضاري، وهي في الأصل تعود إلى السلالة القادرية الجيلانية، وهي عائلة شريفة تعود في أصلها إلى أهل البيت. من هنا لمكانتها في النفوس ولمكانتها في المناطق كلها، كانت هي المرجع وكانت هي الأساس في قلوب الناس وفي حياة الناس وفي عادات الناس. ثلاثة كيلومتر تقريباً هي المسافة اللي بتقطعوها لتوصلوا من فنيدق إلى غابة الأموعة، وهي أحدى أجمل المناطق السياحية الموجودة بلبنان. لحتى تعرفوا عن شو عم بحكي، تفرجوا على الكليب. تتألف الأموعة من مجموعة سلاسل جبلية وسهل فسيح، تقدر مساحته ب500 متر، يعرف بسهل الأموعة.
ويعتبر هالسهل فريد من نوعه بالعالم لوجوده على ارتفاع 1755 متر عن سطح البحر. تتدرج الأموعة بالارتفاع من 1400 متر عن سطح البحر وبتوصل أعلى نقطة فيها إلى 2250 متر. تتكامل هالمنطقة مع كرم شباط بمنطقة الأبيات ليشكلوا سوا الحد الطبيعي الفاصل بين الشمال والبقاع على حدود قضائي عكار والهرمل. بيعود اسم الأموعة إلى اللهجة العامية اللبنانية اللي بتعود أصلاً للغة العربية وهي مشتقة من كلمة قاموع وتعني قمة الجبل، واللي بيزور المنطقة بيتأكد من تطابق الاسم مع جغرافيتها اللي بتتميز بالعديد من التلال اللي هي على شكل القماميع وبترتبط فيما بينها بعدة سهول صغيرة. ولعل أكثر ما بيميز منطقة الأموعة هو الجبل الصخري القليل الأشجار والمليء بالنتوءات الحادة، وهو أعلى قمة بعكار. وفوق هالجبل بتتربع قلعة عرومة أو قلعة عروبة مثل ما بيسموها أولاد المنطقة. أستاذ أحمد عبد البعريني، أهلا وسهلا فيك ببرنامج مشوار بلبنان. أهلا وسهلا فيكم، شرفتوا وبنرحب فيكم بمنطقة فنيدق الأموعة. نحن هلأ موجودين بغابة الأموعة تحت شجرة ما بعرف قديش بتروح اسم الله جزعة وقديش هي عالية. هيدي الشجرة شجرة أرز. نعم، شجرة أرز. القطر تبعها 6 متر و20 سنت، ارتفاع 25 متر. ومثل ما انت شايفه هذه الشجره في بقلبها، يعني بدك تقولي غابه ضمن غابه. يعني هي لوحدها غابه. مظبوط. ريس، مش بس في شجر ارز، اكيد في انواع عديده من الاشجار بغابه الاموعه، شو هن؟ في عندنا قبل شيء غابه الشوح، بعد منها بتجي غابه الارز اللي موجودين هلا بالمنطقه عندنا، بعد منهم بتجي غابه العزر اللي هي فريده من نوعها. ونحن اخذنا الفكره انه هذه خبيره من نوعها بالشرق الاوسط بناء لتقرير مهندسين وخبراء فرنسيين بال2000 طلعوا اجوا لهون وعملنا جوله نحن ياهن على كل الغابات وعملوا تقريرهم بهذا الموضوع، لانه مشوا بكل الغابه مشي على قدام ضلنا يوم كل النهار. وعملوا تقريرهم، عملوا تقريرهم انه هذه الغابه نحن بنعتبرها فريده من نوعها بالشرق الاوسط وهي غابه العزر. وعندنا غابات الزاب، هذه نوعيه الشجر الزاب، هذا اللي موجود شايفتيه قبيلك، وهيدي نوعية شجر اللزاب. هذا اللزاب شجرته شجر صلب وقوي كتير، وهذا ما بيعيش أو بيرجع بينبت من الأرض إلا ما يمضغ الطير، طير الكيخال أو الشحروق أو السمون، بيأكل البذرة تبعه وبيرجع بيهضمها بمعدته، بتنتص بعض الحوام بضمن معدته وبيرجع بيخرجها وقت اللي بتلاقي مناسب لقلها بالتراب أو غير. هلا بتلاقي بعد حين أنه عراس صخرة في سجدة الزيب طالعه ومفرخة. أوكي. هذه البذرة من بروز الطير اللي هو وجدها بهالمكان وصارت. وعنا غابات السنديان، وعنا غابات الكوكلين كمان، هذا الكوكلين كمان، واللبني والعفص وأشجار. إن الأنواع اللي برميها بالغابة هي أنواع كتيرة، يعني عندنا 53 نوع من الأشجار، والغابة كتير كبيرة. يعني كنت عم بسألك من شوي قديش عدد الأشجار، قلت لك بالألوف، قلت لي بالملايين. ملايين عدد الأشجار اللي موجودة على المساحة اللي شفتيها أنت هيدي. إنه هيدي نحن على دور الإنجليز كان لهم شركات عندنا هون اللي، ونحن حكوا لنا أبائنا وأجدادنا بهذا الموضوع، إنه كان في شجر اسمه شجرة الطيار، يعني علي الطيارة كان. فأجوا استغلوا بهديك الظرف الفرنساوي والإنجليز وبلشوا يقطعوا حطب من هون ويأخذوه من هون يوصلوه من البحر وما عارف وين يشحنوه. هذا الغابة اللي موجودة هلا بس في جبال ورا جبال ورا جبال، يعني ما حدا بيقدر يعد الشجر اللي موجود فيها قديش. منوصل للفقرة الأخيرة من البرنامج وهي فقرة الحزورة. قبل ما حذركم، حزورة الليلة من منطقة فنيدق الأموعة ضروري تعرفوا جواب الحزورة الماضية من بلدة حراجل. السؤال كان شو اسم المغارة يلي تخبوا فيها أهل حراجل هرباً من المماليك. كان في عندكم ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول بيقول مغارة الجبل، الثاني مغارة الوادي، والثالث مغارة الأرقوف، وهو الجواب الصحيح. وفي كتير ناس بيقولوا مغارة الموارنة. جوائز عديدة قدموها أهل حراجل، رح نشوف سوا بهالتقرير
مين ربح وشو هن الجوائز؟ مطعم المدى بحراجل بيقدم غدا أو عشاء لست أشخاص. كمان مطعم كيس وناس بيقدم غدا أو عشاء لأربع أشخاص. محلات كلاسيكال سيل بيقدم سيلولار مع سيلفي ستيك وكفر. أوتيل سان جورجو بيقدم منامة لشخصين مع ترويقة. مطعم بيدر جدودنا بيقدم غدا أو عشاء لست أشخاص. مطعم المرج بيقدم غدا أو عشاء لأربع أشخاص. أيضا مطعم جلسات ليالينا بيقدم غدا أو عشاء لأربع أشخاص. ومنختم مع مطعم من تراثنا يلي بيقدم دعوة لشخصين للتمتع بلقمته الطيبة. ألف مبروك. حزورة الليلة من بلدة فنادق الأموعة فهي شو اسم النبع يلي بيعطي مياه الشرب لبلدة فنادق؟ في عندكم ثلاث احتمالات، الاحتمال الأول نبع الجبل، الاحتمال الثاني نبع الشلال، والاحتمال الثالث نبع الهوة. بلشوا من هلأ بعتوا SMS على 10-13 لحتى تربحوا الجائزة. أما الجائزة شو هي؟ نشوف سوا. مساكن فنادق الأموعة بتقدم لرابح الحزورة شقة لتمضية ليلة كاملة مع ترويقة. ألف مبروك. بضل في عنا الصور الحلوة اللي دايماً بتبعتون على 720-55-55. وليالي بعد ما بيعرف أي صورة بتاخدوها من تليفونكم أو من كاميرتكم، صورة طبيعية، صورة لمنظر طبيعي، بتبعتوها. رح أرجع هيدا الرقم على 720-55-55. ونحن بنهاية الشهر أو كل أربع أسابيع بنسحب رقم رابح وبيطلع له لابتوب. مشاهدينا، مشوارنا بلبنان لليوم خلص. نحن كنا معكم ببلدة فنادق الأموعة، أكيد ملتقينا معكم بتجدد الأسبوع اللي جاي بمشوار جديد. من هلأ لوقتها بتمنى لكم سهرة رائعة دايماً برفقة برامج تلفزيون لبنان، وأكيد بداية أسبوع ممتع مليء بالنشاط والحيوية. إلى اللقاء.